اهلا وسهلا دكتور عمرو محمود، استاذ مساعد الاشعه التداخليه في طب عين شمس. بيسعدني ان انا اتكلم معاكم عن توبيك مهم للبيشنت اللي هو اليوترين ارتري امبولايزيشن. الحقيقه اليوترين ارتري امبولايزيشن بنعتبره انذر تول للمانجمنت لليوترين فايبرويد. طبعا احنا عندنا التراديشنال سيرجري، عندنا الميديكال تريتمنت، ممكن اد انذر تول فور سيرتن بيشنتس اللي هو اليوترين ارتري امبولايزيشن. الحقيقه اليوترين ارتري امبولايزيشن يعني ديفلوب سينس اباوت 30 ييرز، وفي الكلينيكال براكتس از جيتنج مور اند مور كومن، وبيبقى في سيلكتد بيشنتس ليه جريت ريزلت. ممكن اوفر اليوترين ارتري امبولايزيشن للبيشنت اللي عندها بليدنج مانيفيستيشن، تيز بيتر طبعا البيشنت دي از نوت سيكينج فيوتشر فيرتيليتي. ممكن في بعض الكونكوميتنت اسوشيتد باثولوجي زي الادينوميوزيس، والحقيقه ان هو بيدي فيري جود ريزلتس للبيشنتس اللي عندهم بليدنج مانيفيستيشن وديسمينوريا سواء من الفايبرويد او من الاسوشيتد ادينوميوز. Very safe maneuver, very effective, ولي very little complications, وبالتالي ممكن نجين more lands in the treatment, strategic treatment for patients with uterine fibroids or adenomyosis. الحقيقة في another tools ظهرت برضو في الماركت زي الـ MRI Guided High Intensity Focused Ultrasound، ودي بتعتمد على Focusing Ultrasound على الميومة بس in condition ان مفيش bowels insinuated between Focused Ultrasound والميومة، وبالتالي بتقدر تعمل Degeneration للميومة، تعمل Reduction في السايز وتحسن الـ Outcome عند الـ Patients with Uterine Fibroid. اتمنى ان اكون اديت Short Brief عن Uterine Artery Embolization و Its Importance في Managing للبيشنت كومبلينينج اوف يوترين فايبرويد، وباذن الله الى لقاء قريب معاكم تاني.